إذا كانت المحطتين السابقتين قد رصدتا أهمية الوعي بخصائص النمو النفسي الجسدي عند المتمرسين، وبالأساس في ما بين سن 6 إلى 12، سنخصص لحظة للتأمل في الوعي بخصائص النمو المعرفي عند المتمرسين، خاصة في نفس المرحلة، مرحلة التمدرس ما بين 6 إلى 12 سنة. وما يسجل هو أن طبيعة التفكير في هذه المرحلة الملاحظ عليها أنه يطغى عليها الجانب الحسي، جانب الحسي، إذ أن المتعلم من الصعب عليه جدا أن يدرك الأعداد الرياضية، وأن يدرك القضايا الميتافيزيقية كالله والجنة والملائكة والشياطين خارج هذا البعد المادي الحسي التجريبي. ولذلك ينبغي على الأستاذ أن يراعي هذه المسألة، لأن فيها نوع صحيح إلى حد ما تفكيره حسي، يعني غير مباشر. في لحظة سابقة، يعني قبل 6 نجد أن تفكير هذا المتعلم بما هو طفل كان تفكيرا حسيا مباشرا، ولكن إلى حد ما البعد النمائي المعرفي يبدأ في التدرج نحو التجريد، ولكن لا زال يلتصق بالحس الغير المباشر. وأيضا أن ما يسجل على هذه في هذه المحطة هو التمركز حول الذات، وهذا التمركز حول الذات يعني يحول دون إدراكه للأشياء بما هي موضوعات مستقلة عنه. لاحظوا معي، قد نجد يعني نوعا من الأنسنة والحوار الحاصل ما بين الطفل والوسادة، ما بين الطفل والقصب، يجعل من قصبه مثلا فرسا ويحاوره، الحجر ويحاوره، إلى غير ذلك. يعني وأيضا كل الأشياء هي له بنوع من التملك ونوع من التمركز على الذات، وهذا التمركز على الذات هو إلى حد ما عائق من عوائق الأولى التي يعني تحول دون إدراك الموضوعات بما هي مستقلة عن الذات. وفي سن 7، خاصة مع العديد من السيكولوجيين، نجد بداية إرهاصات النقد الذاتي وبداية سن التعليل قبل القبول. يعني في لحظة سابقة تجد أن الطفل يقبل دون أن يعلل ودون أن يسائل، ولكن مع سن 7 إذا رغبت أن تقدم له شيئا دائما لماذا أقوم بهذا الشيء، ولماذا، أو ما الذي تقدمه لي مقابل القيام بهذا الشيء أو شيء من ذلك. يعني بداية التعليل، و لا يوجد هذا الأمر فقط بل حتى النفي، يعني بداية تشكل لدى هذا المتعلم ميكانيزم النفي وميكانيزم الرفض، وهو ميكانيزم أساس. لماذا؟ لأنه من شأنه أن يقوي لديه المناعة الفكرية واستقلالية الذات التي ستتبلور لا محالة في الشطر الأخير من صف الابتدائي مع بداية الإعدادي إلى غير ذلك. وأيضا أن جل التفسيرات التي يقدمها الطفل للأشياء لم تعد تفسيرات تتطابق ورغباته وميولاته، وإنما هي تفسيرات تحتكم إلى الواقع، وهذا ميكانيزم نمائي حقيقة. يعني على المستوى المعرفي بداية تشكل تفسير واقعي إلى حد ما، بعدما كان يقدم التفسيرات
مرتبطة برغباته أو ميولاته، أو حتى أحيانا دون أن تكون لديه تفسيرات منطقية أو واقعية. وتفكير الطفل في هذه المرحلة يبدأ في مجاوزة المحسوس المباشر، والظواهر التي يلاحظها تؤخذ في كليتها وترتبط فيما بينها البين بنسق من العلاقات التي تتيح تصحيح الحدس الحسي الذي كان يؤخذ من قبل كأنه شيء مطلق. هذه مسألة تدخل ضمن النمو المعرفي لدى الطفل. من حيث ماذا؟ من حيث أنه يبدأ يتشكل لديه وعي إدراكي حسي للموضوعات، بعدما قلنا أنه في لحظة ما يعني من الصعب عليه أن يلج عتبات الإدراك الحسي غير المباشر، ولكن بالتدرج يبدأ لديه نوع من الإدراك لهذا الحدس بعيدا عن الإدراكات المطلقة أو الإدراكات الكلية. وأيضا أن الطفل في هذه المرحلة يصبح قادرا على استخدام قابلية الحدس كإيوالية ذهنية أو كميكانيزم ذهني، مع ضبط مفهوم الاحتفاظ بالتوازن وضبط الاحتفاظ بالوزن وأيضا بالجسم. ولاحظ معي أنه هذا التشكل النمائي المعرفي لدى الطفل نجد إرهاساته سابقة حتى قبل دخوله إلى المدرسة. فطفلا صغيرا حينما تقدم له قطعتي خبز مثلا أو قطعتين غير متكافئتين من لحم أو شيء من هذا، فهو يختار القطعة الأكبر، بل أكثر من ذلك قبل أن يقدم قطعة أخرى لأخيه أو ما شابه ذلك، فيعمد إلى نوع من المقايسة ويقدم الأصغر ليحتفظ بالأكبر. يعني تكون لديه هذه الإمكانية على أن يختار نوعا من المفاضلة ونوعا من الموازنة. وكذلك بداية ظهور وتشكل مفاهيم التعدي الترانزيفيتي، بعد ما ممكن أنه في قسم الثاني أن تقول لتلميذ من تلاميذ جدول ضرب 2 في 3 فيجيبك بأنها 6، وحينما تقول له 3 في 2 يقول لك لما ندرس بعد جدول ضرب 3. بنفس الدرجة أيضا حينما تقول له 3 في 5 يجيبك 15، ولكن حينما تقول له 5 في 3 يقول لك لما ندرس جدول ضرب 15 إلى غير ذلك. وهنا ينبغي على الأستاذ أو المدرس لحظة تدريسه لجدول ضرب مثلا 2 أن يشير إلى هذا، أن يفتح أفق توسيع نظر تلقي لدى المتعلم ويقول أنه رام 5 ممكن أن نقوم ب5 أو شيء من هذا أو 3 أو شيء من هذا إلى غير ذلك، وإن بشكل يعني سريع أو ما شابه ذلك، ولكن على الأقل سيحتفظ التلميذ أنه هناك إمكانية سيتم توصل إليها فيما سيأتي أو ما شابه ذلك. وأيضا أن الطفل في هذه المحطة يبدأ بنوع من التمييز ما بين الجزء والكل والعلاقة بينهما، بالإضافة إلى تحكم في منطق التفاضل والنسبية أكبر من أصغر من إلى غير ذلك. وإمكانية أيضا استعمال وتسخير هذا الميكانيزم لإقامة علاقات تسلسلية أو علاقات سلسلة ترتيبية للأشياء على أساس محددات كمية، وهذا ضروري لفهم العلاقات بين الأعداد. إذا بداية التحكم من الأعداد
ولكن هذا بنوع من التدرج بالمادي الحسي، الحسي المباشر والحسي الغير مباشر الحدسي، إلى التجريد مع إدراك العلاقات إلى غير ذلك. وأطفال هذه السن أيضا تجدهم شغوفون أكثر بالتسميع، سواء عرفوا الجواب الصحيح أو غير الصحيح أو لم يعرفوه، وينبغي للأستاذ أن يستحضر هذه المسألة. وأيضا أنهم يعني باكتشافهم لقوة الكلمات يجربون اللغة البذيئة ويحاولون أو السوقية، ويحاولون إثبات ذواتهم عبرها. دائما ما يستعملون اللسان الدارج، ويستعملون اللغة الكلمات البذيئة، ويحاولون أن يعبروا عن ما يخالجهم بهذه اللغة إلى غير ذلك. أيضا أن أطفال المدرسة الابتدائية تجدهم يحبون الاستطلاع والتباهي بمعرفتهم، وهم في نفس الوقت سريع الانتقال من ميل إلى آخر، يعني بداية التمثيل ثم تجدهم يرددون القرآن أو يرددون المحفوظات، شعر أو شيء من هذا، إلى المسرحة إلى غير ذلك. يعني كثير الانتقال من فن إلى آخر، ومن ميول إلى آخر إلى غير ذلك. وما يسجل أيضا داخل هذه المحطة الابتدائية أو السن النمائية المعرفية عند المتمدرسين، هو وجود نوع من الفروق بين الجنسين في القدرات الخاصة وفي الأداء المدرسي، سواء تعلق الأمر عند الفتيات أو عند الفتيان. من حيث ماذا؟ من حيث أن البنات في الأغلب العام يتفوقن من حيث الطلاقة اللفظية والقراءة على الذكور، والذكور يتفوقون في الاستدلال الرياضي وفي العمليات وفي كل ما له علاقة إلى حد ما بالحساب وبالدين والمهارات الدينية. وأيضا أن الفتيات يحصلن على درجات أعلى، وهذا قد يعزى إلى رغباتهن في إرضاء الآخرين خاصة الآباء من جهة، وأيضا عدم تحملهم لأعباء الحقل إذا تعلق الأمر مثلا بالمجال القروي، على الخلاف من ذلك أن الفتاة الذكور يتحملون أعباء الحقل أو ما شابه ذلك، ويتقاسمون أشغال والأعمال البيت مع ذويهم. وحتى داخل المدينة نجد أن الفتيات أكثر انضباطا من الفتيان، لأن الفتيان هم بالنهاية مستهلكو للألعاب الافتراضية إلى غير ذلك. ولكن البنت مهما كانت الظروف والأحوال من الانشغالات مع أمها في البيت، فهي أميل إلى الانضباط، إلى يعني القيام بالأعمال المنزلية، وأيضا حتى الترقي والحصول على نتائج مرضية ونتائج عالية جدا مقابل الذكور الذين يحتفظون فقط بالمواظبة وبنتائج إلى حد ما متوسطة أو لا بأس بها.